الساحل والكويت في الصدارة، لكن الساحل يتفوق بفارق النقاط. طبعا لو استعرضنا نتائج الفرق أمامنا أسماء، قبل أن نستعرض نتيجة أسماء نادي الكويت: راشد الرباح 4، 5 نواف الظفيري، 6 حسين الخباز، 7 فيصل السالم، 8 محمد جاسم، 9 عبد العزيز فالح الفضلي. ووقفنا عند عبد الفالح الفضلي، هناك الحاجي محمد 10، واحمد المطير 11، حمد شعيب 12، وخالد القيس، فادسلاف درامفيتش، وعبد الرحمن الجمعه المدرب تومك ديان، ويحيى البحر. بالنسبه للساحل شفنا الاسماء 4 شعلان امامنا طاقم التحكيم، حكم اول عبد الرحمن العنزي، وحكم ثاني عابر العابر، وحكم ثاني ايضا محمد محمود البنا. في المباراه الدولي عبد الرحمن العنزي، بدايه اللقاء الكويت باللون الابيض والساحل باللون الاصفر، واللي تابعنا نلعب بصاله فجحان هلال المطيري بنادي القادسيه، واول نقطتين للساحل عن طريق ضاعت من الساحل هجمه، ايضا كان ممكن يسجل لها ايضا نقطتين، لكن ضاعت تعود للكويت تحت السله فادسلاف، ومعه اكثر من لاعب ينجح في تسجيل التعادل. فادسلاف شعلان لعبد الله الشمري، تصويبه من عبد الله بالحلق، تعود متابعه احمد الفضلي تحت السله، وفادسلاف يتدخل، وهجم الكويت راشد رياض، هجوم سريع من راشد رياض، نقطتين للكويت، نقطتين يتقدم الكويت 4-2 الان. الكويت نلعب بالفترة الأولى، هو المتقدم الآن 4-2. فادسلاف تحت السلة، تصويبة فادسلاف متابعة، لكن تعود فالح اليوسف، هجمة سريعة للساحل، دخول تحت السلة، نقطتين، نقطتين وخطأ، نقطتين وخطأ. الدولي عبد الرحمن العنزي، الخطأ على أحمد المطيري، الخطأ الثاني على أحمد المطيري، ونقطتين لصالح اليوسف، 4 نقاط لصالح اليوسف، وهنا الإضافية، وهناك لقاء ثالث طبعا بعد اللقاء هذا راح يكون الساعة 8 ما بين كاظمة وبين الجهرة. الكويت راشد رياض، دخول راشد رياض، دخول ناجح ونقطتين لراشد رياض، يعود الكويت للتقدم. متميز هذا الموسم وحتى الآن بالصدارة، وأحمد الفضلي دخول بالحلق متابعة من عبد الله الشمري، لكن مقطوعة سريعة للكويت أحمد الفضلي. نواف الظفيري، راشد رياض دخول، واستغل الدفاع المفتوح وسجل 6 نقاط، 6 نقاط لراشد رياض. شايفين هذا راشد رياض المتألق اللي مسجل حتى الآن 6 نقاط ونقطتين لفادسلاف. ثلاثية بيد صالح اليوسف لينجح في تسجيل ثلاثية، أيضا صالح اليوسف 7 نقاط اللي مسجلهم الساحل كلها عن طريق صالح اليوسف. شوف ثلاثية صالح اليوسف، ينجح في تسجيل 3 نقاط صالح اليوسف. شوف زميلة يباصيها لزميلة، لكن لمست لاعب الكويت وراحت لزميلة وشقيقة بالأصح شعيب، دخول من شعيب ونقطتين، شعيب مهنا ينجح في تسجيل أول نقطتين له ونقطتين التقدم للساحل 9-8. النتيجة لفريقين متصدرين صراحة نتيجة سواء في الأخطاء أو في عمليات اللعبات الحلوة اللي تكون داخل الملعب، وطبعا الشكر للمخرج والطاقم الفني، ولعبة حلوة ما بين الاثنين، لعبة حلوة. المسابقة حتى الآن آخر دقيقة، دخلنا في الدقيقة الأخيرة في اللقاء الثاني، اللقاء الثاني في المرحلة الثالثة والأخيرة، وثلاثية عن طريق راشد رياض المتألق صاحب 9 نقاط، هناك أيضا صالح اليوسف ب7 نقاط. 14 الكويت، 9 الساحل، والأربعين ثانية الأخيرة، وصالح اليوسف، صالح اليوسف معاه أكثر من لاعب، ثلاثية من شعيب
تعود من الحلق الى انتوني لينجح في انتوني جرين عنده اكثر من هذا المستوى وافضل من هذا المستوى، لكن اول نقطتين يسجلها في اخر 30 ثانيه تحت السله. فادسلاف ايضا ينجح في تسجيل نقطتين، 4 نقاط لفادسلاف. كويت حسين الخباز، الاربع فرق تقريبا المتاهله اتضحت تقريبا نقدر نقول، لكن لا زال هناك امل للجهره فما نقطع الامل عن الجهره. ونقطتين اول نقطتين فتره ثانيه لفادسلاف. الفضل يا احمد لصالح اليوسف اللي سجل 7 نقاط ووقف عن التسجيل، تصويبه بنقطتين ثنائيه ضاعت، هجمه سريعه راشد رياض من الكويت، نقطتين ايضا لراشد رياض، 11 نقطه وقت مستقطع الان للكويت، وقت مستقطع للساحل اللي طبعا سجل في سلته النقطتين، هو اللي طلبه لراشد رياض، هو ينجح طبعا ضاعت منه ونجح في انه يقطعها وهجمه راشد القيس، خالد القيس هو خالد القيس وراشد رياض ما بين الاثنين، وراشد يعود دخول من راشد بنقطتين اكثر من كرة كانت ما بين الفريقين، تضيع من الكويت وتعود للكويت وتضيع من الساحل تعود للساحل. صالح اليوسف الغائب حتى الآن، ثلاثية من صالح اليوسف يرد علي يقول أنا موجود وأسجل ثلاثية الثانية للساحل للسلاف. ساحل صاحب أفضل دفاع في المرحلتين الأولى والثانية، وكاظم أفضل هجوم في المرحلتين الأولى والثانية، وعبد الله الشمري ينجح في تسجيل نقطتين هي الأولى لعبهم. طبعا عبد الله الشمري لاعب من اللاعبين الممتازين ولاعب عزيز في نادي الكويت، الاثنين يلبسون 9 ودخول من شعلان، لكن ضاعت من شعلان والهجمة سريعة للكويت. الخباز راشد رياض ثلاثية بالحلق تعود لراشد رياض، والكثرة العددية للكويت، ثلاثية من الخباز، ثلاثية تنجح، ينجح الخباز في ثلاثية ناجحة للخباز، ثالث ثلاثية لثاني هم 3 أخطاء، لكن طبعا التسجيل هو صاحب الحق وهو المسؤول. تحت السلة عبد الله الشمري بنقطتين، بدأ دقائق وعشرين ثانية المتبقي. عبد الله الشمري تحت السلة يلف ويسجل، وعبد الله قلت لكم لاعب مهم في الساحل، عبد الله الشمري سجلها 6 نقاط متتالية للساحل ويخلص قوة اللاعبين والتحامهم ما يعني ان هناك خطأ، الحكم موجود. شعيب ثلاثية، ينجح شعيب في تسجيل الثلاثية الثالثة للساحل، 3 ثلاثيات ل3 نقاط، 28-25، ثانية وخطأ للإدخال للكويت. نواف للخباز تحت السلة، الخباز يصوب متابعة فادسلاف وخطأ، خطأ لفادسلاف نقطتين، ينجح فادسلاف في تسجيل نقطتين، 8 نقاط لفادسلاف. ثلاثين 25، شوف الخباز صوب ومتابعة فادسلاف، الطول ينفع في السلة، خطأ، سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول وبالتالي تطبيق قانون كرة السلة. ثلاثية أحمد المطيري موه ودخول من المطيري ونقطتين أحمد المطيري. نادي الكويت أنا شايف الحاج محمد ومعاه عبد الرحمن جمعة، طبعا تكتيك المدربين كل لاعب يكون معاه، يعني الحاج محمد هو صانع العاب وعبد الرحمن الجمعة يلعب ب4 و5 بالمراكز اللي تحت السلة، وأول نقطتين للحاج محمد اللي شارك بالفترة الثالثة، ما شارك بالفترتين الأولى والثانية، شارك بالفترة الثالثة، أول نقطتين له وللكويت وللفريقين. ضايعة من الساحل، ثلاثية بالحلق تعود مقطوعة من أنتوني، صالح اليوسف وخطأ، خطأ نقطتين، ذكاء من اللاعب انه لما يعمل خطأ يصوب لانه ممكن تدش وفعلا دشت ولا رمي اضافية. شايف
شايفين دخول صالح اليوسف صوب فارد الملعب. الادخال الكويت الحاج محمد عبد الرحمن الجمعة تحت السلة مقطوعة من الجمعة. هجمة سريعة للساحل شعيب تصويبة متابعة أنتوني أنا أسميه الغائب أنتوني الهجمة للساحل شايع الساحل عبد الله الشمري تصويبة من نقطتين عبد الله عنده 6 نقاط سجلهم بالفترة الثانية وبديل ل عبد الله الشمري صاحب الأربع أخطاء. الحاجي محمد مع صالح اليوسف الخباز تصويبة من حسين الخباز ينجح في تسجيل نقطتين عنده 3 نقاط من تقدم بتسع نقاط 40-31. صالح اليوسف تصويبه بالحلق تعود تكمله أنتوني خطأ على راشد رياض خطأ ونقطتين لأنتوني محسوبين لأنتوني متابعة خطأ برمية إضافية. خطأ فني على حسين الاثنين طبعا أولاد الفضلي أولاد فالح الفضلي. ثلاثية من الحاجي ثلاثية ينجح الحاجي محمد في تسجيل ثلاثية الثالثة للكويت والفريقين كل فريق مسجل 3 ثلاثيات. أنتوني لشعيب ثلاثية أيضا وحتى الآن تبقى النتيجة للكويت اللي متقدم من الفترة الأولى نقطتين للجمعة. عبد الرحمن الجمعة ينجح في تسجيل نقطتين أول نقطتين له في المباراة الأولى انتهت 16-11 الكويت الثانية 18-14 الكويت والنصف الأولاني انتهى 34-25 لنادي الكويت والآن الكويت متقدم بثمان نقاط 45-37 تحت السلة. صالح اليوسف متابعة من أنتوني كان في تدخل دفاعي وبلوك شوت لكن أنتوني يعود أنتوني ويسجل له نقطتين 10 نقاط. أنتوني بدأ يتحرك ولو تحرك أنتوني راح يسبب مشكويت حتى الآن أنا شايفه بالنصف الأول مسجل 4 نقاط أنتوني والآن في النصف الأول الفترة الثالثة 5 دقائق مسجل 6 نقاط. الحاج محمد ثلاثية من الفضلي ينجح الفضلي عبد العزيز في تسجيل الثلاثية الرابعة متعلين بالثلاثيات 4 ثلاثيات لكل 40-48 هذه ثلاثية الفضلي عبد العزيز. شوف ما بين المتبقي الكويت هو المتقدم. الحادي تحت السلة بنقطتين وخطأ نقطتين على صالح اليوسف نقطتين على الساحل طبعا والخطأ على صالح اليوسف النقطتين للحاجي محمد بتسع نقاط. هذا الحاجي محمد والخطأ على صالح اليوسف جديدة للساحل دقيقة وثلاثين ثانية نلعب بالفترة الثالثة ثلاثية من أنتوني ينجح أنتوني في تسجيل 13 منهم بالفترة الثالثة والخامسة لفريق الساحل نقطتين للحاجي محمد لكن أنتوني لاعب طول المباراة فعنده 14 نقطة ثلاثية من شايع وخطأ على شايع وبداية احتكاكات يجب أن يتم إيقافها من حكام اللقاء حتى لا طبعا يكون هناك أكثر من حالة. شايفين ذكرت قبل شوي يجب أن يتم إيقاف مثل هالحالات من اللاعبين وهناك طبعا احتكاك حصل قبل اللعبة هذه والآن رجع الاحتكاك يجب أن توقف هذه الحالات حتى لا يكون هناك في عقوبات. طبعا العقوبات راح يكون في طرد راح يكون في خطأ فني راح يكون في خطأ سوء سلوك هذه كلها موجودة في قانون السلة وأنا طبعا ما نحبذ هالأمور أنها تحصل لكن نتمنى أن يتم إيقافها
قبل أن طبعاً يكون هناك خطأ فني. أنا ذكرت قلت لكم أنا راح يكون في خطأ فني، راح يكون في خطأ فني. شوف شوف راح طبعاً خطأ فني واحتسب على فريق الساحل. والآن حديث ما بين شايع وما بين الحكم. ولا زال الحديث ما بين اللاعبين والحكم والاعتراض على طبعا الخطأ الفني والاعتراض على الحالة السابقة اللي حصل فيها احتكاك. بالتالي هذا شايع كابتن الفريق، يجب ان يكون هو القدوة، يجب ان يكون هو هادي اكثر حتى لا يثير زملائه، وبالتالي يتعرض الفريق للعقوبات. شوف البداية اللي حصلت خطأ، وبالتالي اللاعب ايضا الاجنبي حصل منه دفعة لشعلان، وبالتالي شعلان دفع اللاعب. يجب ان يتم ايقاف هذه الحالات حتى لا تتفاقم، وبالتالي يحصل اكثر من اللي قاعد يحصل الان في الملعب. شايفين هذا يوسف اليوسف مدير الفريق، وبالتالي يطلب من لاعب. هذا اكبر فارق حتى الان، لكن المباراه ما انتهت وتبقي فتره رابعه. شايع، دخول من شايع الى خارج الملعب، لكن الى خارج الملعب. هجمه لنادي الكويت، خطأ الثاني على أحمد الفضلي لأحمد المطيري، هو اللي راح ينفذ. 58-43 خطأ فني. شايفين الحالات هذه طبعا راح تزيد، وبالتالي طلبنا إيقاف الحالات هذه من بدايتها. في حالة واحدة الآن زادت وزاد الاحتكاك. وشايفين أنتوني ماسك الشعيب، المطلوب الهدوء. أنا هناك مرحلة أخيرة، يعني الساحل من الفرق المتأهلة تقريبا للمرحلة النهائية، المرحلة الأخيرة، وبالتالي بحاجة حق لاعبينا، بحاجة حق كل لاعبينا. بحاجة حق اللاعبين، وبالتالي بحاجة، لأن المرحلة الأخيرة شد اللاعب الأول إلى لاعب الفريق الأول، لاعب الرابع والثاني لاعب الثالث، وبالتالي حتى الآن البطولة ما انتهت. حتى لو خسر الساحل ما هي نهاية يعني البطولة، لكن عنده 5 مباريات وعنده 4 مباريات، وبالتالي المباريات الآن بحاجة إلى الهدوء، لأن خلاص الآن الفرق تقريبا 4 نقدر نقول تحددت، وبالتالي شايفين العصبية الآن ما راح تنفع الفريق ولا راح تنفع اللاعبين، ولا طبعا راح تأتي بالنتيجة. يعني حتى اللاعب لو عصب وتهجم وعمل، بالنهاية في راح يكون مصير الطرد والإيقاف. و بالتالي ما هي نهاية البطولة. اللي يحدث طبعا ما هو في صالح فريق الساحل. الساحل مقدم مستوى طيب. يعني حتى العصبية الآن هذه شنو راح يكسب فيها المباراة؟ ما راح يكسب فيها المباراة أكيد، لأن العصبية هذه راح تولد عصبية لزملائه، راح تعمل مشكلة له، وبالتالي ممكن يكون مصيره الطرد، ممكن يكون مصيره الإيقاف. حتى الآن شايفين عموما يبقى 62-43 19 نقطة تحت السلة. الحاج محمد ينجح وخطأ نجح في لعبة هوائية، لعبة جميلة. الحاج محمد نجح في تسجيل نقطتين وخطأ. مثل ما احنا عارفين مطلوب الهدوء. شايفين هذه واحدة من الحالات اللي حصلت، وأنتوني المحترف يحاول يهدي شعيب في طبعا
في الفترة الثالثة هذه كل الأمور حصلت، نتمنى أنها ما تعود ولا تعود أيضا حتى في المباريات القادمة المتبقية 12 مباراة. طبعا هناك لقاء ثالث بعد هذا اللقاء يجمع الجهرة وكاظمة. اللقاء الأول اليوم انتهى ما بين القادسية واليرموك 70-57. اللقاء الثاني الآن هو اللي موجود ومستمر في ما بين الكويت. صالح ثلاثية ينجح صالح اليوسف. محمود احتسبه على عبد الرحمن الجمعة. الفضل يا أحمد تحت السلة ونقطتين. قايل لكم أنا الساحل ممكن يعود للمباراة. أحمد أنتوني ثلاثية من أنتوني في الحلق في التفين حلق في السلة في السلة من أنتوني. أنتوني ينجح في تسجيل ثلاثية الثانية بالفترة الرابعة للساحل والثانية له والسابعة. شوف أنتوني يعترف طبعا يستغل رميات الثلاثية. أخذ خطوة بعد ما مسك الكرة بعد عملية المحاورة والدربل مسك الكرة وعمل خطوة. وعبد الله الشمري ينجح في تسجيل نقطتين. عبد الله الشمري بعشر نقاط صح. يعني حتى الآن مانع فريق الكويت من التسجيل 5 دقائق و20 ثانية ما سجل فريق الكويت ولا نقطة وهو مسجل 12 نقطة. يعني الفترة الثالثة اللي عمل فيها الدروب هي أثرت عليه. وثلاثية لراشد رياض ثلاثية الثانية وأول ثلاث. أنتوني بنقطتين. أنتوني جرين يسجل له نقطتين للاعب راشد رياض. ثلاثية من الفضلي عبد العزيز تعود للساحل مقطوعة من عبد الله الشمري. صالح اليوسف وأكثر من لاعب مع لاعب واحد من نادي الكويت ونقطتين لصالح اليوسف 17 نقطة لصالح اليوسف. وقات الفريقين في المرحلة الأولى في صالة نادي الجار كان الكويت هو اللي فايز 67-62 وفي صالة نادي الكويت الثانية انتهت 70-68 لنادي الكويت أيضا. وهذه نقطتين لشعلان ينجح في تسجيل نقطتين وخطأ على نواف نقطتين وخطأ ورمية إضافية 63-71 ويبقى ملعب فريق الساحل مقابل لخط ثلاث رميات وضاعت من فريق الكويت وهجمة للساحل نقطتين للخشان نقطتين لفهد. وراشد رياض بثلاثية في الحلق تعود لي صالح اليوسف فرصة لتعديل النتيجة أو التقدم تحت السلة التعادل الآن ثاني. يعني ممكن الفريق يتألق ويسجل مقطوعة من راشد رياض تعود لي الكويت تحت السلة. نواف ينجح نواف في تسجيل نقطتين. نواف الضفيري بأربع نقاط ثانيتين. القباز يصوب ثلاثية إلى خارج الملعب. مبروك لفريق الكويت فوزه على الساحل 76-72 29 نقطة سجلها الساحل مقابل 11 نقطة سجلها فريق الكويت بالفترة الرابعة. نلقاكم في مباريات قادمة وتحيات معلم مباراة أحمد العصفور.